سيدي القاضي، حضرات المستشارين، إن المتهم الماثل أمامكم قد خيل إليه أن لا رقيب ولا رادع له عما فعل. إن المدعو لمين حداد كان يظن أن نفوذه كواحد من أهم رجال الأعمال سيمكنه من تزوير والتلاعب بمستندات قانونية وأيضاً تهريب أموال طائلة للخارج بصفة غير قانونية. كما عرضنا عليكم سيدي الأدلة المثبتة في التحقيق كخطه على الأوراق وكاستعماله للقلم الذي عليه بصماته وكذلك الحبر الذي يتطابق مع نفس مواصفات زجاجة الحبر التي هي على مكتبه. لذا سيدي فإني أطالب بأن تطبقوا القانون وتنفذوا أقصى عقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لأمثاله الذين يريدون المس بالقانون. وشكرا. شكرا أستاذ مالك. الأدلة اللي قدمتها النيابة تدين موكلك، فهل لدى لسان الدفاع ما يضيفه قبل التصريح بالحكم؟ ما تتحيرش، احنا كلك باش نستيفو. لا يا سيدي القاضي، حيث تبين لنا أنه ليس هنالك دليل للبراءة حكمت المحكمة حضوريا على المتهم لمين حداد. سيد القاضي، المتهم بريء وأنا عندي دليل براءته. سكيت، هدوء، مفضلكم. أعطينا هويتك. سيد القاضي، مش مهم أنا شكون، المهم اللي أنا عندي الدليل الوحيد والقاطع على براءة لمين حداد. خذ من عندها المستندات. سيد القاضي، المستندات هذه تمثلي من شرفي وسمعتي كامرأة، وأخلاقي ما تسمح ليش باش نكشفها قدام الحضور، لذلك أن تسمح تشوفها وحدك. هذا شيء غير قانوني، دليل البراءة ينبغي أن يطلع عليه المحامي والمستشارين، أنا ما نجمش ناخو أي قرار وحدي. حضرتك سيادة القاضي رياض المنصر، يعني بعد 30 سنة خبرة حتى حد ما ينجم يشكك في نزاهتك في أخذ القرارات الصائبة. كما سبق وقلت سيد القاضي، المستندات هذه تمثلي من شرفي كبشر قبل ما يكون كامرأة، ما نجمش نكشفها قدام الناس الكل. إذا كان ماكش موافق باش تشوفه وحدك فباش تزني الروح والدليل معايا ويدخل متهم بريء للسجن. إذا هذا يرضيك فنستأذنك نخرج من القاعة. وشكرا. تفضل قد. سكيت. سيد الرئيس، ما عنديش دليل براءة المتهم، أما عندي ثمن براءته، شيك سيرتيفيه، $1,000,000 باسمك. بناء على ما تقدمت به الشاهدة من وثائق ذات صلة بقضية الحال والمتمثلة في مسك وتزوير وثائق رسمية وتهريب أموال إلى الخارج،
بعد النظر والتدقيق والتحقق حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم لمين الحداد وعدم سماع الدعوة. سكيت مفضلكم. سيد القاضي. سكيت. كما قلت لك أكثر من مرة الدليل يمس بكرامتي، وتوام بعد ما شفته واطلعت عليه وحكمت بالعدل ماذا بيا لو كانت رجع لي الأوراق. كيفاش؟ رجع لي الدوسي عايشك. مش ممكن. الوثيقة هذيك هي الدليل الوحيد لبراءة المتهم، يلزمها تبقى في المحكمة في ملف القضية. لو كان الدليل باش يقعد على ذمة المحكمة كما تقول سيادتك، يعني فما ناس أخرى باش تطلع عليه، ومش بعيد يوصل الخبر للصحافة، يعني الدليل باش يتكشف وسمعتي باش تتمس في كل الحالات. هاوك علاش أنا مستعدة اليوم وفي اللحظة هذه نتخلى على سمعتي وكرامتي قدام الناس الكل، يا تعطيني الدوسي يا توريه قدام الحضور. الأعمار اللي تتراكم تحت أفعال تنقذ الروج، باعوا اليوم شاو النور جابوا الخسوف، طاح الليل طروف بين الظروف سرع الخوف، طاح الليل تروف طاح الليل تروف تقرير الطب الشرعي يأكد المسافة بين لمين حداد والقاتل 300 متر ولا ثلاثة، يعني كان وسط الناس حتى حد ما لاحظ وجود سلاح. سي نبيل راجل معروف وكان أقرب الناس للملك، الصحافة حبت تصور تغطي الحدث، زدت أن الناس اللي كانوا موجودين الكل حد ما عطانا ثنية صحيحة، يعني حتى حد ما شاف القاتل وحتى اسم الطفلة حد ما يعرفه. حاجة عادية اسم الطفلة حد ما يعرفه ويحكي عم صاحب على مرته يحاول يخبيها على عينيه. صاحبه عندك دليل انا صاحبته؟
ويحكي لمين حداد بالبوفوار والفلوس اللي عنده. نصور ثم ألف مرة تتمنى تكون معه حتى بطريقة غير شرعية. نجم يكون هو من نوع رجالي اللي فد من مرتي. قلق قلك بعد 10 سنين هذا كل نعمل صاحبة صغيرة ذكرني في شبابي. كريس دولا سوسانتي كل نجم نداو احنا نعرف اليوم متوارد في تهريب فلوس الجنيف تبعنا الجوايجات والاخرانيين نقاو يمشي برشا سويسرا على الاقل مره في الشهر. وشنو هي علاقه الطفله بمشان جايه لمن حدد لسويسرا؟ مادام هي قدمت دليل براءته مادام في بالها بحكايه تهريب الفلوس وهو تساعده لحكي يتقابل معها في بلاصه ما يعرف فيها حد دقلنا نداو كيك نكلموا الوتله نشوفوا يسكن وحده ولا لا ماك تعرف اي تيل تمشي له لازم تقدم الهويه نتاعك ونتصور هويه الطفله هذه وشكون هي الخيط الاول في القضيه. انا اتصلنا بالخارجيه ومتعاونين معنا. اي وحكايه الدليل اللي تقدم للقاضي خذيت معاه رونديفو تمشي له بعد ساعتين. اما قبل باش تعدى الدار لمين حديد. سي نبيل الصحافه وصلت. هم شناويين يسلموا الدنيا مقلوبه لازمنا نتحركوا في سهل ما عندي حتى معلومه نعطيها له. سي نبيل تحاول نربح الوقت. روحنا نلوجو في ثنايا. اعطي هذا لدانيال. فيك مدام توما صحاب سي لمين؟ لا مدام احنا ما حلفناش الحظ انه نكونوا صحابه احنا شرطه مدام نقيب يوسف اسماعيل الملازم ماهر فوزي جيناك باش نسالوك شويه اسئله. شرف بيكم مرحبا بيكم في كل وقت ما هاكم شفتوا جيتوني في وقت مشوار بالكل. نعرف مدام واحنا متاسفين اللي جيناك في وقت مشوار انت قاعده تقبل في العزاء بقى في قضيتنا راهو كل دقيقه بحسابها لازمنا نعرف شكون قتل راجلك. تفضلوا معي البيرو. قلقك انشاء سيجارو؟ خذ راحتك. انت يوسف مالك بن جعفر كنت اقرب اثنين واقفين جنب المرحوم لحظة قتله نجمتش تشوف وجه القاتل؟ ليه الدنيا كانت معبية والفلاش متاع المصورين جهروني ما نجمتش نشوف حتى الثنية. تعرفي شكون ينجم يكره راجلك لدرجة انه يقتل في وسط المحكمة في هذا النهار قدام العباد البوليسية الصحافة؟ انا حسب ما نعرف هذا من مهام سيادتك باش يجاوب على هالسؤال. وحنا ذاك علاش هوني مدى؟ راجل كي سي لمين في حجمه ونفوذه وقوته تعرف شكون خدم معاه تعامل معاه يتمنى له الموت؟ ما نظنش هذا لحد علمي مرحوم ما كانش يحكي لي جمله على خدمته. معناتها ما حكالكش على المدموزيل اللي قدمت دليل براءته؟ اوكور سيت فام يا حضرة النقيب انا تعبت من هالسؤال لحد ما ينجم يجاوب عليه. سد موازيل اللي ظهرت فجاه ومعها دليل براءه لمين هي تودانكو تبخرت. على كل حال يعطيها الصح هي اللي كانت سبب في براءه سمعه راجلي الله يرحم. الله يرحم مدام ليلى حسب رايك شنو نجم يكون الدليل اللي قدمته يبرأ راجلك ويمسخله سمعته في نفس الوقت؟ ما نعرفش بالحق ما نعرفش نحب نلقى دي ريبونس لأسئلة هذم أكثر منكم نحب نعاونكم يا ما عنديش جو بيفيدكم جو سوي ديزولي. أنا أكثر واحدة تحب تعرف المجرم اللي قتل رجلها حد ما حبه أكثر مني.
I hurt myself today to see if I still feel. سامحنا مدام ليلى، ما مش قصدنا نشكوك في محبتك لراجلك. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything.